بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل معاكم ونحن دائما متواصلون هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. يبقى تقريبا 8 أو 7 أشواط هنا في هذا الانطلاق. سوف نستمر في الحديث والتعليق دائما معاكم في هذه الانطلاقات الجميلة. شوطنا الثالث ينطلق بحفظ الله ورعاية شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. اذهب هناك إلى المركز الأول، ضج في المركز الأول للسيد يمعى بن محمد بن رفيع الفلاسي. النقل على المركز الثاني اللي في المركز الثاني مستمعين الأعزاء، هناك شعار حمد أو راشد بن حمد بن علي بلومية هلشتي أيضا حاضر هنا مع شعار، حاضر هنا مع هذا الأداء الجميل اللي تقدمه ما شاء الله. هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة واللي عفوا مثايل سيف بن محير بن واس الاجتبي، بينما اللي في المركز الثالث نشوة، في المركز الثالث راشد بن خلف بن مطرف بن علوان الاجتبي، المركز الرابع شندارة خليفة بن سيف بن شاسب المسافري حاضرا أيضا هنا مع المركز الرابع، وهناك هملولة في المركز الخامس حمدان بن محمد بن ربيع الصريدي. هكذا كانت النتيجة. روح عند مثايل يا خليل، روح عند مثايل اللي في المركز الأول. يا سلام هنا لسيف بن مهير بن واز على اجتبي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو هناد، ولكن دير بالك القادم خطير، القادم خطير. هناك اللي هي شندارة خليفة بن سيف بن شاسب المسافري في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المميزة، في اللحظات. عطنا المركز الثالث يا مصورنا، ضجة يمعى بن محمد بن رفيع أيضا حاضر، ولا هناك اللي هي حشمه مايد بن سعيد بن عبد الله المسافري. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالفتمام مثايل. تهانينا سيف بن مهير بن واصل المركز الثاني، هناك الخليفة بن سيف بن شاسم المسافر المركز الثالث، مايد بن سعيد بن عبد الله المسافر المركز الرابع، مستمعين الأعزاء ياسة عبيد بن علي بن عبد برشيد على اجتبي. ها هي النتيجة، حافر هنا مع هذا الانطلاق الجميل مثايل، دقيقتين 16 ثانية 14 أو 94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.